الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في قناتنا العلم هدفنا. ان شاء الله النهارده الفيديو هيكون لجريد 2 فيرست تيرم، وهنبدا مع بعض شابتر 2 النهارده. هناخد ليسونز 11 12 and 13، ويلا نبدا بسم الله. في الاول هناخد بعض الكلمات. اول كلمه معانا وهي كلمه دبل. دبل معناها الحاجه مضاعفه، الحاجه مرتين. يعني لما اقول دبل 5 معناها 5 و5 كمان. تاني كلمة معانا وهي كلمة add بمعنى نجمع أو نضيف. بعد كده كلمة subtract زي ما احنا شايفين، subtract بمعنى يطرح، نعمل عملية ايه subtraction يعني نطرح. بعد كده كلمة count يعني يعد. وآخر كلمة معانا وهي كلمة difference بمعنى الفرق. لما نقول difference بتاع رقمين يعني بنعمل الفرق ما بينهم، بمعنى يعني بنعمل بنطرحهم. الاول عايزين نقول ان احنا الشابتر ده بنتكلم على عملية الاديشن، عملية الجمع، وعملية السبتراكشن يعني عملية الطرح. طبعا احنا فاهمينهم وان احنا كنا واخدينهم قبل كده، بس احنا ان شاء الله هنحاول نفتكرهم مع بعض تاني بحيث ايه تبقى الدنيا سهلة ان شاء الله. الاول عايزين نفهم يعني ايه معنى الجمع. معنى الجمع باختصار كده، تخيل كده مع بعض كده ان انت عندك 2 سيركل بالشكل ده، وبقول لك والله احنا هنجمع كمان عليهم 3. ساعتها هنعمل ايه؟ هنجمع دول مع دول كده. هنقول والله انا عندي 2 وهجمع عليهم 3 اهو. شوف بس اظلل لك خليك معايا كده، فاقول هقعد اعد اقول ايه 1 2. هنبدا نعد مع بعض. هقول اهو انا كان معايا 1 2 وجمعت عليهم 3، بعد 1 2 ايه 3 4 5، فيبقى مجموع 2 و3 ايه هيبقوا 5. ولو هنكتبهم ادي 2 كان 2 وجمعنا يعني هنحط علامة بلس، بنجمع بلس اد 3 هيبقى ايكوال، هيساوي ايكوال يعني يساوي 5. يبقى ده معنى عملية الايه الاديشن او عملية الجمع. طيب ايه معنى عملية السبتراكشن، عملية الطرح؟ تعال نشوف. مثلا انت بقى لو انت عندك مثلا 1 2 3 4 5 6 7، وليكن عندك 7 سيركل بالشكل ده، وانا بقول لك احنا هنشيل منهم، هناخد منهم 2، شلت منهم 2 شطبت عليهم اهو، هيتبقى لك كام؟ هنبدا نعد الباقي، هنلاقيهم 1 2 3 4 5، هيبقوا 5. يبقى اذا 7 لما اجي اشيل منهم 2 هيتبقى معانا 5. يبقى هو ده بس المبدأ بتاع الجمع او الطرح، ان انا اعمل عملية اد ان انت عندك حاجة وهجمع عليها حاجة تانية فبنبدأ نعد. اما المبدأ او معنى عملية السبتراكشن او عملية الطرح، ان انت عندك مثلا عدد معين وببدأ اشيل منه حاجة او اعداد، فبتبقى نشوف هتبقى معنا كام. الكلام ده ممكن مثلا تطبيق مثلا معاك مثلا اهو إلام، مثلا معاك إلام، بقول لك والله أنت معاك قلمين وهديك 3 إلام كمان، فهنقول معايا 2 و3 بقى معايا 5، هعد هجمع. وبقول لك هنا تعالى نقول تفاح، تعالى نقول معاك 7 تفاحات أهو مع بعض، وأنا كلت منهم تفاحتين، يبقى يتبقى لك كام تفاحة؟ يعني نقول 1 2 3 4 5. يبقى فهمنا إيه مبدأ الجمع ويعني إيه مبدأ الطرح، مبدأ الأديشن أو السبتراكشن. تمام؟ نشوف بقى. طيب احنا هل كل ما يجي لك مسألة هنبدأ نقعد نجمع على ايدينا ونشوف الدنيا كده؟ لا، احنا هنعمل ايه؟ هقول لك طريقة سهلة. تعال نشوف بس الاكزامبل. لو بقول لك مثلا 6 بلس 3، انا هقول لك طريقة تحطها كده تطبقها تبقى ان شاء الله الجمع هيبقى سهل. 6 ده رقم كبير و 3 رقم صغير، يعني انت عندك رقمين، بيبقى في رقم كبير مثلا ورقم صغير. هقول لك انت الرقم الكبير اللي هو 6 هنحطه في دماغنا، والرقم الصغير اللي هو 3 هنطلعه على ايدينا. فمثلا ادي هطلع على ايدينا وليكن مثلا ادي صوابعنا اهي اهي 3، طلعت ايه 3 صوابع من ايدينا. واقول انا ال 6 حاطه ال 6 في دماغي وطلعت الثلاث صوابع، فاقول بعد 6 7 8 9. يبقى اذا 6 بلس 3 هنلاقيها انها ايكوال 9.
طيب تعال نشوف اكزامبل تاني. نقول مثلا 5 بلس 3 ايكوال كام؟ نطبق بقى اللي احنا خدناه، قلنا في رقم كبير اللي هو 5 وفي رقم اصغر اللي هو 3. هنحط الرقم الكبير 5 في دماغنا ونطلع على ايدينا 3 صوابع اللي هم 3 وابدا اقول اهو بعد ال 5 اهي ادي 3 اهو مثلا، بعد ال 5 6 7 8. يبقى اذا 5 و 3 ايكوال هيبقوا ايكوال 8. طبعا فكرة ان احنا بنحط الرقم الكبير في دماغنا والصغير اللي بنطلعه على ايدينا ده علشان ما نعدش كتير، يعني لو هحط 3 في دماغي وال 6 اللي على ايدي مثلا هنقعد نعد ارقام كبيرة يبقى ما عملناش حاجة. يبقى هي دي الطريقة ان احنا بنسهل عملية الجمع. طيب تعالى ناخد مثال تاني، ناخد مثلا ايه 7 بلس مثلا بلس 2، بس فرق بين المثال مع بعض اهو 7 بلس 2 ايكوال كام؟ 7 بلس 2 هحط 7، 7 قلنا 7 ايه؟ الرقم الكبير نخليه في دماغنا، وال 2 هنطلعه على ايدينا، يبقى تعالى نطلع 2 صباع كده على ايدينا، هطلع صباعين اهو على ايدي صباعين بس، واقول ادي 7 اللي هو الرقم الكبير في دماغنا وال 2 اهو، بقول فاقول بعد 7 8 9. يبقى اذا 7 بلس 2 بسهوله بقى ايكوال 9. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده ده ان احنا خدنا ازاي نعمل اديشن، ازاي بنجمع. طب انا هسيبهولك هنا علشان نشوف الفرق ما بينه وبين بقى لو احنا بدانا نعمل سبتراكشن، لو بدانا نعمل عمليه ايه ان احنا هنطرح. طيب نشوف ازاي مع بعض. نمسك بقى من خلال الاكزامبل نشوف. والله انا لو بقول لك مثلا 9 ماينس خليها 3، هقول لك طريقه احفظها معايا. برضو احنا بنقول ان احنا عندنا في رقم كبير ورقم صغير، مبدئيا اكيد الرقم الكبير فوق، يعني استحاله هنقول 3 ماينس 9، لازم 9 ماينس 3، يعني ال 9 هنشيل منها الايه 3. طيب تمام، 9 هنشيل منها 3 مش ايه مش العكس. طيب القاعده بقى اللي انا بقولها لك ايه، ان انت بتقول مش كان عندنا هنا رقم كبير ورقم صغير، هنا بقى في الطرح او في السبتراكشن بقول لك انت تحط الرقم الصغير هو اللي في دماغك وتشوف عديت على ايدك كام صباع علشان توصل للرقم الكبير. تاني عندنا رقم كبير ورقم صغير في عملية السبتراكشن، ساعتها هنحط الرقم الصغير هو اللي في دماغنا وهنبدأ نشوف هنعد على ايدينا كام صباع علشان نوصل للرقم الكبير. تعال نطبق اللي احنا قلناه 9 و 3، يبقى هنحط 3 ايه في دماغنا وهنبدأ نشوف عدينا على ايدينا كام صباع علشان نوصل لل 9 اللي الرقم الكبير. هنقول نرسم الصوابع دلوقتي، بعد 3 ايه 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا عدينا على بعض كده عدد الصوابع، ونرجع نقول خلصنا كده، خلصنا نبدأ نقول بقى احنا عدينا كم صباع نشوف كده 1 2 3 4 5 6. يبقى اذا 9 ماينس 3 هتبقى ايكوال 6. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني، بقول لك مثلا 8 ماينس 5. ها القاعده اللي احنا قلناها ايه، هنحط الرقم الصغير هو اللي في دماغنا، ده احنا بنعمل سبتراكشن، وهنشوف هنعد على ايدينا كام صباع علشان نوصل للرقم الكبير اللي هيبقى الايت. تاني هنحط الرقم الصغير في دماغنا وهنشوف هنعد على ايدينا كام صباع علشان نوصل للرقم الكبير اللي هو الايت. فهنا الفايف في دماغنا وهنبدأ نشوف كام صباع عشان نوصل للإيت. هنقول بعد الفايف ادي 6 ادي 7 ادي 8. يبقى احنا كده عدينا مع بعض كام صباع، عدينا 1 2 3 3. اذا 8 ماينس 5 ايكوال 3. طبعا عارف ان في مننا شطار كتير وعارفين الكلام ده، بس انا بحاولت اقوله بطريقة بسيطة بحيث ان اللي لسه مش عارف او ناسي يبقى بإذن الله الدنيا تبقى سهلة معاه إن شاء الله. أوكي. بعد كده أنا عايزة أقول لكم على معلومة هتقابلنا. إحنا خدنا برضو
خدنا ان احنا لو عندنا رقم 6، رقم 6 ده بنقول عليه كام ديجيت؟ اولا يعني الديجيت بتتكتب كده ديجيت يعني رقم ديجيت. ده في كام ديجيت؟ ده في رقم واحد. ساعتها اقول ده كده عبارة عن 1 ديجيت. طيب لو انا مديك رقم وليكن مثلا اي رقم اسمه مثلا 27، ها 27، الرقم ده في كام ديجيت؟ انا هبص هلاقي انه عبارة عن رقمين، يبقى اذا ده كده في 2 ديجيت. طبعا 2 ديجيتس علشان جمع. طيب رقم تاني هكتب اي رقم 347، اي رقم. انا هبص كده لما عد معناها هشوف كده والله في رقم، في واحد اهو ورقم تاني ورقم تالت، يبقى في رقم كله على بعضه 3 ارقام 3 خانات كده. يبقى لما اقولك ده في كام ديجيت هتقول لي ده 3 ديجيتس، هتقول لي ده عبارة عن 3 ديجيتس. مهمة الحكاية دي نعرفها، ان انا عندك لو رقم واحد يبقى 1 ديجيت، رقمين 2 ديجيت، 3 ارقام 3 ديجيتس. طيب نبدأ نمسح الكلام ده كده مع بعض واشوف هنقول ايه كمان. عايزين بقى نقول ايه الارقام اللي احنا عندنا، سواء 1 ديجيت ولا 2 ديجيت ولا 3، عايزين نقول فكرة تانية عليهم. احنا دلوقتي تعال نقول ان احنا عندنا رقمين، رقم زي مثلا 27 مثلا، انا مش لسه قايله ان هما دول 2 ديجيتس يعني رقمين، ماشي. بيقولك طالما عندك رقمين ان انت كل واحد هو واقف في خانه، قاعد في خانه، يعني اول رقم ده بنقول عليه انت موجود مكانك كده، بيبقى في الخانه بتاعتك، في خانه بنقول عليها خانه الونس. والرقم الثاني ده بنقول انت كده موجود في خانة التنس، يعني لو بنقول بالعربي يعني خانة الاحاد كده، وخانة التنس يعني خانة العشرات. انت في خانة الوانس وانت في خانة التنس، ادي خانة الوانس وادي انت مكانك قاعد في التنس. فانا من هنا لو بدأت اسأل، انت لو بسألك البليس فاليو، طبعا الكلام ده برضو عايز اقول لكم ان احنا خدناه كله، دي مش حاجة جديدة بس بنحاول ايه نفتكر مع بعض. فيه كلمة اسمها فاليو، FLUE يعني قيمة. ولو قلت لك بليس يعني مكان، BLSE بليس فاليو بقى يعني المكان، بليس فاليو. فانا هنا رقم زي 27، لو قلت لك الفاليو بتاعت قيمه 7 قيمتها كام؟ هروح بص الاول البليس فاليو، انت مكانك فين؟ بليس فاليو يعني قول مكانك فين، بليس هقول انت يا 7 مكانك في الوانس، وطالما مكانك في الوانس يبقى انت الفاليو بتاعتك 7 زي ما هي. طيب نشوف رقم 2، انت يا 2 مكانك فين؟ البليس فاليو بتاعتك فين؟ هقول البليس فاليو بتاعتك هلاقيها انك انت قاعده مكانك في التنس، خانه التنس العشرات. وطالما انت في خانة العشرات يبقى انت كفاليو قيمتك مش 2، انت كده قيمتك 20. يبقى لو هنقول الفاليو بتاعت 2 هتبقى 20، والفاليو بتاعت 7 هتفضل 7، والبليس فاليو مكان كل واحدة فيهم 7 في الوانس وال2 مكانها في التنس. تمام. كمان نلاحظ حاجة، ان موضوع الخانة التو في التنس دايما احنا بنبص على حاجة، شوف هي فين، هي في التو اهي، عايزة اشوف انت هنا التنس، عايزة اشوف قيمتك. اقول ايه؟ اقول انا تو مثلا، انا التو اهي، اشوف انا واقفة قدامي كام رقم، قدامي رقم واحد يبقى هنزل زيرو مكان اللي قصادي، فساعتها اعرف ان انا كفاليو بتاعتي 20. طيب ايه تاني هنحاول نشوف برضو معلومة تانية مع بعض. اهو طيب تمام، يبقى نشوف رقم تاني. لو رقم تاني مثلا اسمه 35، بسألك الاول بليس فاليو، بليس فاليو ساعتها اقول والله رقم 5 مكانها في الوانس، ورقم 3 مكانها في التنس، وساعتها الفاليو بتاعت 1 قيمتها 5
والفاليو بتاعت 3 قيمتها 30. عرفت 30 ازاي؟ لان انا بنزل الرقم اللي انا بتكلم عنه، انا بتكلم على ال 3 اهو، بنزله زي ما هو 3 وابدا اشوف هو قدامه كام رقم بقيمه الارقام اللي وصلها هينزل 0. فكان قدامها رقم 1 في 0. اوضح لكم النقطه دي، هي مش عليكم بس اوضح لكم. بس لو عندكم رقم مثلا اسمه كده، مش هنطقه لكم ولا لكم اي حاجه، بس اهو رقم اسمه كده، وبقول لك قيمه ال 7 فين. والله ال 7 اهي، ال 7 اهي، عايز اعرف الفاليو بتاعتها. اقول ال 7 اهي عشان اعرف الفاليو بتاعتها. اقول ال 7 انت يا 7 قدامك كام رقم؟ رقمين، يبقى هينزل مكانهم 0. وعلى فكره ال 7 دي كده في خانه ال 100. ما احنا لو قلنا دي وانس، اول خانه خانه ال 1، وتاني خانه خانه ال 10، وتالت خانه خانه ال 100 اللي هي ال 100، هتبقى هي موجوده في خانه ال 100 البليس فاليو بتاعتها، وهي قيمتها 700. عامه اي معلومه حتى بناخدها هتنفعنا بعد كده. يعني احنا لو لسه بدانا ناخد الوانس والتنس ونفهم ال 100 مش مشكله، بنبدا ايه نفهم معلومه دلوقتي. تمام. نبدا بقى في الحل معانا. بس برضو انا حابه اقول لكم برضو معلومه تانية في موضوع الجمع برضو مبدئيا. احنا كده ولا كده احنا تعودنا من السنه اللي فاتت ان احنا لو عندنا رقم بنجمعه على رقم مثلا 3 بلس 2 ايكوال 5 زي ما قلنا بطريقه حسابتنا. طب هل احنا لو عندنا رقمين مش هنعرف نحسبهم؟ لا، نعرف نحسبهم. نفس المبدا، المبدا اللي احنا بنقوله ان الماس تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يعني احنا لما نبقى عارفين حاجه عارفين كويس، لما نيجي نطلع بالمستوى مستوى تاني او نعرف معلومه اكتر منها، لو احنا عارفين الاول كويس هتبقى المعلومه التانيه سهله. تعال نشوف اللي انا اقصده. احنا دلوقتي عندنا رقم مثلا اهو، رقم مثلا خلينا نقول 61 مثلا بلس 23، اي رقم. هل المساله دي هتبقى صعبه عليا؟ لا. انا دلوقتي خليكم معايا كده، احنا هنحاول المساله دي اكنها مسالتين. اول خانه الاولى دي اللي هي خانه الونس مع بعض اهي، ده كده اكنها مساله ونحلها، وبعد كده نشوف الخانه الثانيه اهي بنظللها مع بعض اللي هي اهي، وليكن دي خانه الايه التنس، وابدا ايه نحل مع بعض. ادي هو هنحل مع بعض اهو. اقول ايه 1 و 3 ايكوال كام؟ ايكوال 4. 3 في دماغنا 1، 3 و 1 4. و 6 و 2 ايكوال كام؟ 6 و 2، 6 في دماغنا، و 2 هنقول بعد 6 7 8. يبقى لما يبقى عندي رقمين ما بقتش صعبه، ما بقتش صعبه، كان مسالتين كده في بعض. تمام. طب تيجي نشوف مساله تانية. تعال نشوف مساله تانية. مساله مثلا 23 بلس مثلا ايه 42، اي ارقام. طبعا هنقول اول حاجه 3 و2، 3 و2 ايكوال كام؟ ايكوال 5. 3 4 5. والخانه الثانيه معانا اهي، اهو لكن المساله الثانيه اهي معانا 2 4، بعد ال 4 5 6، بعد ال 4 هيبقى 5 6. اهم حاجه لازم بس نعرف ان احنا لما بنيجي نعمل عمليه الاديشن او حتى بعد كده سبتراكشن كده، احنا بنبدا من اليمين هنا. يعني شوف بدانا حلينا ده الاول، حلينا ده الاول اهو، وبعد كده حلينا ده. نحل من اليمين ومن الشمال. هتقولي مش فارقه لو حليت؟ لا، هي فارقه، فارقه لما الارقام هتكبر معانا وهنشوف ازاي. تمام. لازم نبدا قاعده اساسيه ان احنا بنبدا حلنا بنخلص خانات الوانس، بنخلص خانة الوانس مع بعضه ونشوف القيمة بتاعته، وبعد ما نخلصه بنشوف خانة التنس معانا، اللي يعني الوان يتعمل مع الوان ونشوف الناتج، والتنس مع التنس ونشوف الناتج. تمام كده. اتمنى نكون ايه قدرنا نفهم، وبرده لو من خلال الاكزامبل اللي جاي ان شاء الله الدنيا هتبقى اوضح. نبدأ بقى اول ليسونز معانا هنا، وهو ليسونز 11، بيتكلم على الدبلز. دبلز يعني اتنين، دبل يعني الحاجة مرتين. فانا لما اقول لك 1i بلس 1i يعني الحاجة مرتين، هيبقى 2i's. طب 2 legs لو الكات اهي، و 2 legs كمان هيبقى 4 legs، 2 2 4. ها 3 flowers و 3 flowers 6. 4 legs و 4 legs طبعا احنا كلنا شطار والجمع الحاجات دي سهلة بالنسبة لنا، احنا في grade 2 طبعا. 4 و 4 8،
5 و 5 10 يعني يمكن حتى احنا حافظينهم اساسا 5 و 5 10. وكذلك لما الارقام تكبر 7 و 7 14. طب بنعرفها ازاي؟ ادي 7 في دماغنا ولما نطلع 7 على ايدينا هنبدا نعد 7 8 9 10 11 12 13 14. وكان فوق الاول برضه سنها 6 و 6 12 حتى لو من خلال الكالرز اللي موجوده اهي الاقلام. لو ال 6 وهنبدا نعد مع 6 كمان 7 8 9 10 11 12. طيب دي زي شكل بيتزا اهي او جبنه اهي تشيز دي تقريبا اهو 8 قطع اهو 8 و 8 كمان هبدا اجمع بعد ال 8 او ليه 9 10 11 12 13 14 15 16 9th بوكس و 9 بوكس بعد ال 9 هنقول 9 و 9 كام؟ هنقعد نجمع بعد ال 9 ايه 10 11 12 13 14 15 16 17 18 واخر حاجه اللي احنا حافظينها 10 و 10 20 طبعا. وبرده من خلال ان احنا نعمل كاونت ايه هتبقى نعرف نجيبها. ماشي اللي احنا قلنا عليه بقى لما يكون 8 و 8 16 is a double of 8. هي 8 و 8 لما نيجي نجمعها هتبقى عبارة عن 16. بس هي فكرة انا بقولك ان انا جمعت دبل يعني جمعت 8 وزيها 8 لف بقولك ال 8 دبل معناها كني بقولك ال 8 مرتين. دي المعلومة اللي عايز اقولها لك. طب تيجي نجمع الحاجات دي كده بسرعة مع بعض. 2 و 2 كام؟ 2 و 2 4 10 و 10 20 ها 7 و 7 لسه كنا عاملينها مع بعض 14 4 و 4 ها بعد 4 5 6 7 8 يبقى 8 3 و 3 بعد 3 4 5 6 يبقى 6 9 و 9 لما هنجمعهم مع بعض هيدي 18 8 و 8 هيدي 16 5 و 5 هيدي طبعا 5 هنا و 5 هنا على ايدينا 10 1 1 محفوظه خلاص 2 6 و 6 هيبقى 12. طيب بعد كده بيقول لك برده مكملين فكره الايه الدبل 5 و 5 10. بيقول لك هنا بس معلومه كده يعني انت بس اعرفها ان في ممكن يقول لك مش 5 5 و 10. طب لو الثاني ما كانش 5 كان 6 معناها ان في دبل وزودنا عليها 1 يعني 6 باختصار عشان افهمكم بس يا اولاد اهو السكس دي هي عبارة عن 5 و 1 فأكن بدل أكن هنا في المسألة اللي هي معانا دي في المسألة اللي هي معانا دي 5 و 6 أكنها بقت عبارة عن إيه؟ بقت عبارة عن 5 بلس بدل 6 إحنا سايلين 5 و 1 بقت بلس 5 بلس 1 أكن السكس دي قسمها ل 5 و 1 وساعتها ان انا اقدر اقول والله انا كنت عارفة ان 5 و 5 10 وجمعنا 1 كمان بقت بعد 10 11. دي بس ايه معلومة هتعرفوها. لكن كده ولا كده احنا المبدأ اساسي في الجمع انا عندك 6 و 6 خلاص 6 مثلا في دماغنا واطلع على ايدي 6 وابدأ اجمع واشوف 6 و 6 لما اقعد اجمع كده هتبقى 12. 7 و 6 7 في دماغي اهو 7 في دماغي وال6 على ايدي لما جمع 7 في دماغي و6 على ايدي وابدا اعد 7 6 بعد 7 8 9 10 11 12 13 هلاقي ان انا وصلت ل 13. 3 و3 هيبقى 6 بعد كده 3 وال4 4 بلس 3 4 في دماغي و3 على ايدي يبقى 7. 8 و8 هنجمع برضو هيدي 16. انا بجمع بسرعة انتوا بس ايه هتبدأوا تجمعوا برضو براحة واحدة واحدة هيطلع الناتج معاكم بكل سهولة. 9 و 8 9 في دماغي و 8 على ايدي هيبقى مجموعهم عبارة عن 17. 2 و 2 2 و 2 4 3 و 2 3 في دماغي و 2 على ايدي هيبقوا 5. 9 و 9 هنجمعهم مع برضو هيبقى 18. 10 و 9. طيب هقول لكم على معلومة 10 و 9 انا ممكن اجمعها بطريقه ايه بقى؟ اجمعها بطريقه ان انا قلت مش انا اقول 1 مع ال 1 و 10 مع ال 10 في الجمع مش احنا اتعودنا كده؟ لما اجمع ال 1 اللي هو الزيرو مع ال 1 اللي هو 9 9 و 0 كام اكيد؟ 0 لما تتجمع على اي حاجه يدي نفس الرقم لان ما اضفتش حاجه في 9 و 0 ادي 9. طيب نرجع تاني حاجه ال 1 ال 1 هنا عايزه اجمعها مع ايه اللي تحتها؟ تحتها مفيش حاجه فاكنه زيرو يبقى اكن بجمع 1 و 0 فاكيد 1 و 0 هينزل زي ما هو 1 يبقى اذا 9 و 10 ايكوال
19. طيب 4 و4 equal 8. 5 و4 5 في دماغنا و4 على ايدينا، بعد ال 5 ان ال 5 رقم كبير، بعد ال 5 6 7 8 9. 5 و5 حافظينها 10 صوابع ايدينا. 6 و5 هنقول ال 6 في دماغنا وال 5 على ايدينا، هنجمعهم مع بعض هنقول بعد ال 6 7 8 9 11. يا ريت كده واحنا بتكلم فعلا تحطوا في ايديكوا وتطلعوا الصوابع على ايديكوا ونبدا نجمع كده مع بعض. 7 و7 7 في دماغنا و7 على ايدينا، ونبدا نجمع بعد ال 7 8 9 10 11 12 13 14. 7 و8 برضو ال 8 في دماغنا ونطلع 7 على ايدينا، هيطلع في النهاية 8 و7 15. 0 و0 0 خلاص. 0 و1 لسه قايلين ان 0 لما نجمع على اي رقم يفضل ايه اكن ما اضفتش اي حاجة. تمام، الكلام ده كله سهل، محتاج بس انتوا ايه تقعدوا تحلوا الاكزامبل تاني لوحديكم. طيب احنا الدرس اللي جاي هنشرح فكرة التن لما نضيف تن لرقم. انا لسه قايله لكم من شوية ان انا لو عندك رقم مثلا 7 وبجمع عليه 10، تعال نكتبها هنا تحت كده رقم 10 مثلا اهو وبجمع على 7، ساعتها قلت الوانس مع الوانس 0 7 7، وال1 مفيش تحدي حاجه بتتجمع يفضل 1. تمام، طب نجمع رقم تاني 10 و 6 برضه نفس الفكره 0 6 6 و 1 ينزل 1. طب انت ملاحظين ايه؟ ملاحظين ايه معانا؟ ملاحظين ان 10 لما يتجمع على اي رقم، يعني لو هنبدا نقول 10 و 1، تعال بقى نقول الحركه دي احنا عايزين شبه نحفظها، احنا خلاص فهمنا بتتحل ازاي، تعال نحفظها عشان تبقى سهله. ان انا لو مثلا 10 و 2 يبقى 12، 10 و 3 13، 10 و 4 14، 10 و بلس 5 15، 10 بلس 6 16 وهكذا، و 10 بلس 7 17 و 10 بلس 8 18 و 10 بلس 9 19. فاهمين ازاي؟ تعالوا نكملهم حتى هنا في الجزء ده كده اهو. اهو احنا خدنا كده 10 بلس 6 اهو 10 مع بعض 10، استنى نرجع بس القلم اهو، ماشي 10 بلس 7 هيبقى 17، و 10 بلس 8 18، و 10 بلس 9 19. تمام، واخر حاجة اللي احنا حافظينها 10 بلس 10 equal 20. تمام، يبقى اذا احنا عندنا مبدا اساسي ان احنا بنجمع الوانس مع الوانس والتنس مع التنس، بس احنا من كتر ما جمعنا عرفنا خلاص. لما اقول لك 10 و4 انا والله مش محتاجه احسبها، 10 و4 14، 10 و6 16، 10 و5 15 وهكذا. اوكي، تعال بقى نشوف احنا خدنا الكلام ده ليه. تعال نشوف الليسون اللي جاي ده هو counting on to add and a subtract. يعني تعال نشوف 8 plus 2. 8 بلس 2 زي الفكره احنا قلناها، احنا عندنا رقمين، احط الرقم الكبير في دماغي اللي هو ال 8 واطلع على ايدي 2 اقول بعد ال 8 ايه 9 10. خلصنا؟ طيب تعال نشوف رقم زي ده. بص 12 بلس 4، 12 بلس 4 او اقراها 4 بلس 12 على فكره هي هي، يعني في حاجه اسمها الجمع، قاعده كده اسمها الجمع التبادلي. بمعنى ايه تبادلي؟ يعني قلت لك 3 هجمع عليها 2 هيدي 5، طب لو قلت لك 2 هي اللي هجمع عليها 3 مش هيدي 5 برضو؟ يعني سواء قلت 3 في الاول و2 في الثاني، او 2 في الاول او 3 في الثاني هي هي، بحيث ان قلت 4 بلس 12 هنا او قلتها 12 بلس 4 هي هي. شوف بقى في طريقتين علشان اجمع دي، شوف الاسهل لك ايه. الطريقه اقول في 12 رقم كبير وفي 4 رقم صغير، وساعتها اقول ال 12 في دماغي واطلع على ايدي اهو اربع صوابع بتوع ال 4، وابدا اقول بعد ال 12 اللي كان عندي اقول بعد ال 12 ايه 13 14 15 16 ويطلع الناتج 16. دي طريقه.
في طريقة تانية، ودي والله برضو بفضلها، ان احنا ماشيين طالما وصل عندك رقمين نمشي قاعدة نعمل كل رقم لوحده، قاعدة الوانس لوحديها والتنس لوحديها. الوانس اللي هو الفور بلس تو، فور بلس تو سهلة، فور بعد فور فايف سكس يكوال سكس، وانا وان ومفيش حاجة مجموعة فيها يبقى وان، يبقى الناتج 16. يبقى هنمشي بأي طريقة، المهم نوصل للناتج صح. وتعالى نشوف بقى الأمثلة اللي جاية اهو. 6 بلس 2 6 في دماغنا و2 على ايدينا، يبقى بعد ال 6 7 8. تاني حاجة 5 بلس 8 8 في دماغنا و5 على ايدينا، بعد ال 8 ايه؟ طب نرجع تاني عشان ايه نحلها مع بعض. اوكي ماشي، عدينا الصفحة بس ايه نحاول ايه نجيبها مرة كمان. ستوب. طيب احنا رجعنا دلوقتي للفيديو، رجعنا الفيديو اهو مع بعض، وهنبدا نحل بقى ايه بقيه ايه الاكزامبل. هنشوف مع بعض 5 بلس 8 ايكوال كام؟ 8 في دماغنا و5 على ايدينا، وهنبدا نعد ايه بعد ال 8 9 10 11 12 13. يا ريت مع بعض نبدا كلنا نشوف كده، نجمع بقى بعض وانا بعد كده انتوا اجمعوا معايا وطلعوا على صوابعكم واجمعوا معايا. 9 بلس 3 9، هنقول بعد ال 9 كام؟ بعد ال 9 9 في دماغنا و3 على ايدينا، بعد ال 9 10 11 12 4 7، بعد ال 7 8 9 10 11. نشوف المسألة اللي بعد كده اهي 5 و 2 7، طبعا سهلة خلاص 9 و 8، لما نيجي نجمع 9 في دماغنا و 8 على ايدينا هيطلع الناتج 17. 12 و 2 نركز بقى في 12 و 2 اهي اللي احنا قلنا عليها، عندنا خانة وانس مع الوانس والتنس مع التنس. وانس مع الوانس يعني 2 اهي مع 7، 2 مع 7 هنقول بعد 7 8 9 نجمع ماشي 8 9 و 1 1 هينزل 1 لان مفيش حاجه معاه. 10 و 9 تقدر تقول على طول 10 و 9 كام؟ 19 هتحولها 10 و 8 18، 10 و 6 16، 10 و 5 15 اتحفظت. او بطريقه المعنى، المعنى ان احنا قلنا بنجمع 1 مع ال 1، ال 9 مع ال 0، ال 9 مع ال 0 هينزل 9 لان اي حاجه مع ال 0 هو نفس الرقم، و 1 ومفيش حاجه معاه هيبقى 1. تمام؟ نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا بيتكلم على الايه العملية الايه الديفرنس، زي ما قلنا الفرق ما بين الحاجة او الطرح. ان زي ما قلت لك لو انت كان عندك 7 وبنشيل منهم 4، تخيل كده طلعنا 7 على ايدينا وشلنا منهم 4 هيتبقى كام؟ 7 وشلنا منهم 4 هيتبقى 3. 7 minus 4 equal 3، 7 minus 4 هيبقى equal 3. تعالى نشوف الاكزامبل، احنا نفتكر مع بعض عملنا ازاي. قلنا نحط الصغير في دماغنا ونعد على ايدينا كام صباع علشان نوصل للرقم الكبير، فقلنا بعد الفور 5 6 7 اهو بنعد على صوابعنا. بعد الفور احنا قلنا ايه؟ هنقعد نعد على صوابعنا بعد الفور 5 6 7، ونرجع نشوف مع بعض احنا عدينا كام صباع. عدينا 1 2 3 يبقى 3. يبقى دي طريقه السبتراكشن، يا ريت نركز فيها ان شاء الله هتسهل اي ايه عمليه سبتراكشن معانا. تعال نشوف اكزامبل 9 minus 5، ادينا مسكنا ال 5 الصغير حطيناه في دماغنا، وهنقعد نعد على ايدينا كام صباع عشان نوصل ال 9. هنقول بعد ال 9 ها طلعوا مع بعض 9 6 7 8، بعد ال 5 هنركز بس بعد ال 5 6 7 8 9، يبقى عدينا كام صباع 4. تعال نشوف برضو الاكزامبل ده 12 minus 7، هنحط ال 7 في دماغنا ونطلع على ايدينا كام صباع عشان نوصل ل 12. بعد ال 7 8 9 10 11 12، يبقى عدينا مع بعض ايه 5. 8 minus 2 2 في دماغنا، ونعد على ايدينا كام صباع علشان نوصل الكبير. بعد 2 3 4 5 6 7 8 هنلاقي ان احنا عدينا 6. 10 minus 5 والله سهل على طول 5، لان 5 و 5 10. اذا لو عندك 5 عندك 10 كامله على ايدك وشلت 5 شلت ايد اهي، هيتبقى ال 5 الثانيه. 13 minus 4 برضه نفس الفكره،
الفور في دماغنا، عد على ايدي كام صباع عشان اوصل لل 13. بعد الفور 5 6 7 8 9 10 11 12 13، يبقى احنا قلنا عدينا 9، عدينا مع بعض 9. بعد كده المسألة اللي بعدي كده سؤال 15 minus 9، برضو نفس الفكرة 9 في دماغنا، وهنشوف عدينا كام صباع عشان نوصل 15 بسرعة. ها بعد 9 10 11 12 13 14 15، هنلاقي ان احنا عدينا مع بعض 6. ماشي، نرجع تاني كده، عدينا مع بعض ادي كام، شوف كده نكتب 6 مع بعض. برضو 16 minus 8 بنفس الفكرة، هيطلع لنا 8. حاولوا بقى تفهموا مع بعض. ركزوا بقى في دي، هنا رقمين ماينس رقمين، نفس فكرة الاديشن ما نخافش منها، الاديشن زي السبتراكشن. تعالى كده نشوف ان احنا اهو عندك وانس مع الوانس 2 minus 2، انا كده انا شايفة كده حاجة كده كأن ايه فصلها كده، اكن ايه فصلها كده، اكن الفصلة دول مسألتين كده. ادي خانة الوانس 2 minus 2، 2 هشيل منها 2 طبعا، هيبقى كام؟ 2 هشيل منها 2 بقى 0، مفيش حاجة اتبقت. طب تاني جزء، ان انت عندك 2 minus 1، معاك 2 وشلت منها 1 اتبقى 1. تمام كده، نشوف اللي جاي بيقولك adding or subtracting 10، اللي احنا كنا بنقول عليه ان احنا لو هضيف 10 او هطرح 10. في قاعدة ثابتة يا جماعة، قاعدة ثابتة ان احنا اول ما نلاقي رقمين اهو، رقمين ورقمين، انا همشي عادي خالص ان انا ايه، ان انا فصلهم فصلة كده. في خانة خانة الاولى اللي هي خانة الوانس اهي، وانس مع الوانس، قول 6 و0 دي جامعة 6 و0 6 و2 1 3 خلاص، ده الاساس عندي. بس فيه زي ما بنقول حاجات سهلة، يعني ايه لما يكون بجمع كل شوية تن، يعني لو مشينا مثلا في الكلام ده على حسب هنا، هجمع 26 و10 هيدي بقى اللي بعديها على طول اللي هي 36. مش احنا كنا ماشيين 10 20 30 40 50 60 70 80 صح، لما نمشي كل 10. فلما اقول لك 20 دي ومعاها 6 وجمعت عليها 10، يبقى مين اللي زاد؟ ال 20، ال 20 بقت 30 وال 6 زي ما هي، فتبقى 36. يعني قصدي سهله جدا من غير ما احسب، بس والله ده الاساس، الاساس فيه رقمين ورقمين ايا كانوا ايه الرقمين، وانس مع الوانس يدي رقم، وتنس مع التنس يدي رقم، ده الاساس هيمشي بيه في كل حاجه. بس لما تكون في افكار سهله مش محتاجه، يعني ايه مش محتاجه نحسبها، يعني انا لما هاجي هنا مثلا في اكزامبل اللي تحت ده، لما يقول لك ايه 12 و20 و10، مش محتاجه احسب 12 واجمع عليها 10 تبقى ايه 22 22، مش عارفاها كده احسبها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. 47 و10 40 و10 50، يبقى 57. طب 29 و10 20 و10 20 20 اساسا، و10 30 و9 تنزل زي ما هي، 30 و10 30 و10 40. ايه تاني؟ 7 و10 لسه كنا قايلين بقى الحكايه، 10 مع اي رقم من الارقام 10 و6 16 10 و5 15 10 و7 17 على طول 17، مش محتاجه حسبه. 11 و10 برضه 11، يعني ايه هنمشي اهو، لو مشينا اهو مع بعض كده، ادي ادي خانه ال الوانس ومع الوانس 1 و0 هيبقى 1 1 1 2، يبقى اجابه حاجه زي كده على طول 22. هنشوف اللي بعد كده، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان احنا نفس الفكره ان احنا بنضيف رقم 10 للحاجه طريقتين، ان انا بقول 38 و10 على طول 48، 25 و10 20 و10 30، يبقى 35 20 و10 30، او طريقه ثانيه. ايه هي الطريقه الثانيه؟ ان انا الحاجه بتنفصل، يعني انا اكن فاصله كده الخانه، عندك هنا خانه وانس مع خانه وانس، خانة الوانس 8 مع 0 8 وخانة التنس 0 مع 1 4، فاهمين ازاي؟ طب احنا بقى نقدر نجمع المسائل دي مع بعض، هتبقى سهلة، انتوا حاولوا اجمعوها كده وهتبقى الدنيا سهلة ان شاء الله. ندخل بقى ايه في السبتراكشن. بالنسبة للسبتراكشن والله نفس الفكرة، ان انت عندك برضه اهو، تعالى نشوف المبدأ الاساسي، ان انت عندك اهو هفصل كده اهو، عندك خانة وانس بطرحها من خانة وانس، 6 minus 0 6، 6 هشيل منها 0 يفضل 6، 2 هشيل منها 1 2 minus 1 يبقى 1، يبقى كده حليناها.
او الطريقه الثانيه ان الدقيقه 10 سهله. هرجع بقى المره دي، هرجع 26 هطرح منها 10، يعني كان ال 10 هرجع لورا هشيل منها 10، ال 20 هشيل منها 10 ترجع تبقى 10، وكان معانا 6 يبقى 16. تعال نشوف الكلام ده، 15 لما اشيل منهم 10 هترجع ايه؟ نرجع تاني كده مع بعض، 15 لما هشيل منها 10 هتبقى رقم ايه؟ 5 44، اشيل منها 10 40 اشيل منها 10 تبقى 30 فتبقى 34، 20 minus 10 طبعا 10، 31 minus 10 30 اشيل منها 10 فترجع 20، وكان معانا 1 يفضل زي ما هو 21، 18 minus 10 طبعا هتبقى 8، و 39 هشيل. انا بقى خلصنا الفيديو معانا النهارده، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، واستنونا فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.